السلام عليكم باشمهندسين، أخبار حضراتكم إيه؟ أتمنى تكونوا بخير يا رب. النهاردة هنخش في شيت 4 الـ Special Function. نبدأ كده نحل على طول. طيب عشان نحل ممكن نحل في صفحة تانية بس كده. فاكرين الـ Definition بتاع الـ Gamma Function؟ يعني ممكن نكتبه على جنب الـ Definition ده. مش نطلع كده عشان نعرف بس نتنقل بين الدوكيمنت المختلفة. طيب الديفينيشن كان بيقول ايه؟ معلش على ضيع وقتكم بس في النص دقيقة دي. الديفينيشن كان بيقول ان الجاما فانكشن هي الانتجريشن من 0 لحد انفينيتي. يعني انتجريشن بقى اي ماينس تي، وهنا تي باور اكس نيجاتيف 1 دلتا تي، طبعا والاكس اكبر من الزيرو. تمام. طيب ده كان ديفينيشن. في ديفينيشن تاني كان برضو بيقول لك ان الجاما فانكشن اللي هي الجاما اكس هي بتساوي 2 ومن زيرو لحد انفينيتي اي باور نيجاتيف تي سكوير. كانك كده خليت الفاريبل ده سكوير، وكانك خليت التي اللي تحت دي سكوير، يعني هنضرب في 2 اكس ماينس 2 بس 2 اكس ماينس 1. الاثنين راحت فين؟ ان لما جيت تعوض طبعا انت عندك الاثبات مش مهم. خلينا نقول ان احنا عندنا التو فورم دولت للجاما فانكشن. طيب يعني ايه؟ يعني حاجه بسيطه جدا. لو انا جات لي مثلا من زيرو، او لو جالي سؤال من زيرو لحد انفينيتي اي باور ماينس تي في تي دلتا تي، يبقى ده جاما كام يا شباب؟ طالما جه على الفورم اي باور ماينس حاجه في حاجه باور اي حاجه، يبقى ده ايه؟ جاما. بتاخد الباور اللي هنا ده وبتزود عليه واحد، يعني كده ده جاما 2. احنا عارفين ان جاما 2 دي اللي هي بتساوي كام؟ واحد في جاما واحد يعني بتساوي واحد. تمام. طيب انا بقى عايز اجرد لك الموضوع ده. يعني ايه تجرده؟ يعني تبقى اسطمبه كده راكبه على دماغك، مش لازم نروح. يعني هنا مثلا لو قلت لك من زيرو لانفينيتي اي باور نيجاتيف اكس في اكس دلتا اكس، ده بيساوي كام؟ يعني اهو برضه بيساوي جاما 2. ليه؟ لان انا بقول لك جرد الموضوع. يعني اي باور نيجاتيف اي حاجه في الحاجه دي باور اي حاجه دي الحاجه دي. تمام. يعني هنا طالما هنا في اكس لازم يبقى هنا في اكس، وهنا دي اكس. لو هنا في مثلا اكس ماينس 3 يبقى هنا في اكس ماينس 3، وهنا دي اكس ماينس 3 اللي هي في الاخر خالص بدي اكس. يبقى هنا لو في فاريبل يبقى لازم هنا نفس الفاريبل، ودي نفس الفاريبل هنا. يبقى اول ما تشوف الاسئله دي هتعرفها منين اصلا ان هي بيتا. انت هتاخد كذا فانكشن، هتعرف منين ان هي دي جاما فانكشن ولا بيتا فانكشن ولا كذا. الجاما فانكشن ليها مميزات او ليها فيتشرز معينه. هي ايه الفيتشرز دي؟ ان لازم الاي تظهر. طيب لازم الاي تظهر، دي هتظهر منين الاي؟ خلي بالك الاي هتظهر لو الاي موجوده صراحه، او لو في لين. يعني مثلا لين اكس وهنا في اكس، فحضرتك لو عوضت باليو على لين اكس يبقى الاكس دي هتبقى ايه؟ هتبقى اي بار اكس او اي بار يو. يبقى في الاخر خالص الاكسبوننشال هتظهر لو الاي موجوده او اللين موجوده او الباور فانكشن موجوده. يعني مثلا لما يقول لك ايه، بدل ما تبقى اي باور نيجاتيف اكس، لا هتبقى مثلا اكس باور حاجه، اكس باور كي مثلا، او اكس باور ال، او اكس باور ام. طب دي بتيجي منين؟ بتيجي ان طالما هنا في باور فانكشن ممكن احول الباور فانكشن لاكسبوننشال فانكشن عن طريق ان انت تاخد اي باور لين للطرف كله، لان اي باور لين دي انفرس فانكشن. المهم تعالى نقول من الاول وجديد ان احنا عندنا اي باور نيجاتيف الحاجه في الحاجه باور اي حاجه، يبقى احنا كده نقدر نحل السؤال. تمام. طيب اول سؤال كان بيقول ايه في الشيت بتاعنا؟ اول سؤال بيقول عايز الكلام ده. طيب خلي بالك هي دي اي باور نيجاتيف الحاجه، يبقى احنا ناقص لنا الحاجه. طيب فكر كده ممكن نعمل ايه هنا. تمام. ممكن نعمل اكسبانشن فعلا، يبقى احنا ممكن نعمل اكسبانشن للموضوع ده. ده يدينا كام يا شباب؟ بص بقى، ده يدينا من نيجاتيف او من زيرو لحد انفينيتي. اول ترم هنا ايه؟ اللي هو واحد في اي باور ماينس اكس، واحد في اي باور ماينس اكس دي اكس. طيب زائد الترم الثاني، اثنين الاول في الثاني، يعني اربعه من زيرو لحد انفينيتي اكس سكوير، اكس سكوير في اي باور نيجاتيف اكس دي اكس. الترم الثالث يا شباب اللي هو هتربع اخر ترم، اللي هو برضه هيبقى 4 بس من نيجاتيف انفينيتي لحد انفينيتي
اي باور نيجاتيف اكس طبعا في اكس باور 4، اكس باور 4 دي اكس. طب خلي بالك هو ده على صوره اي باور ماينس حاجه في الحاجه دي، الحاجه موجود ليه؟ لان الحاجه هنا ممكن تعتبرها اكس باور 0 صح؟ اهو يبقى اي باور نيجاتيف في الحاجه في الحاجه دي اكس. طيب طالما دي اكس باور 0 يبقى ده جاما كام على طول؟ يبقى ده جاما ايه؟ جاما 1 على طول. طيب ده 4، 4 جاما كام؟ خلاص ما هي بقت على الصوره الستاندرد بتاعك، يبقى بتاخد الايه؟ بتاخد الباور تزود عليه 1 يبقى دي جاما 3. وهنا دي جاما كام يا شباب؟ يبقى دي كده 4 جاما كام؟ 4 جاما 5. طبعا جاما 5 دي اللي هي 4 فاكتوريال، وجاما 3 دي اللي هي 2 فاكتوريال، وجاما 1 دي اللي هي بواحد. يبقى الناتج في الاخر خالص هيطلع كام؟ هيطلع 105. طيب حلو جدا. طيب خلي بالك هل الصوره دي الوحيده الموجوده؟ لا، في حاجات بترخم معانا ما بنقدرش نجيب ده حاجه كده، بس بنقدر نجيبه حاجه سكوير، يعني ده تي سكوير. يبقى هو نفس الكونسبت، هي اي باور حاجه في الحاجه باور اي حاجه، فلو لقيتها ممكن تقول هي اي باور الحاجه او الحاجه سكوير، يبقى تمام. يبقى احنا في الاخر خالص الاكسبوننشال دي بنخليها حاجه، بنخليها حاجه سكوير في الحاجه نفسها وبنقدر نحل. طب ايه الجديد بقى هنا؟ لو حضرتك خليتها على الفورم حاجه سكوير، ففي الغالب انت بتخليها في الفورم دي بس، اللي هي الحته دي بس اهو، بتنسى تضرب في 2، فيبقى الفورم هي من 0 لانفينيتي اي باور ماينس حاجه سكوير في الحاجه دي، يبقى في الاخر خالص دي هتبقى جاما اكس اوفر 2. طيب دي اول نقطه، يبقى اول نقطه لما يبقى هنا في حاجه سكوير الجاما اللي هتطلع لك لازم تبقى مقسومه على 2، يبقى جاما اكس اللي هتطلع لك لازم تبقى مقسومه على 2 اهو، يعني قسمت 2 على الطرفين، فبقى الحته دي كده بتساوي جاما اكس على 2. طيب تاني حاجه الباور اللي جوه هنا، احنا هنا كنا بنقول ايه؟ بنقول لك شوف الباور بكام وزود عليه 1. طب هنا لو انا اديتك نفس الفورم مثلا وقلت لك انا عايز انتجريشن من صفر لانفينيتي اي باور ماينس اكس سكوير في اكس باور 2، خلاص دي بقت على الصوره ايه؟ اهي اي باور حاجه سكوير في الحاجه باور اي حاجه بقى خلاص. طيب لو جيت بقى تساوي الايه؟ تساوي الاسس، هتلاقي ان الاثنين ده لازم يساوي 2 اكس ماينس 1، يبقى الاثنين بتساوي 2 اكس ماينس 1، يبقى بتودي الماينس 1 الناحيه الثانيه، يعني بتزود 1 بقت 3 بتساوي 2 اكس، وبتقسم على الاثنين يبقى الاكس بتساوي 3 على الاثنين. يبقى لما يجي لنا في الصوره دي انا عارف ان الجاما دي هتتقسم على الاثنين، دي اول حاجه انا عارفها. ثاني حاجه لازم اعرفها ان الايه؟ اللي جوه الجاما اللي هو الارجيومنت بتاعنا هيبقى عشان تجيبه بتبص على الباور وبتزود 1 بتقسم على الاثنين، انما هنا كنت بتزود 1 بس. يبقى خلي بالك طالما انت بتقسم على الاثنين افتكر ان انت بتقسم على الاثنين مرتين، تمام؟ يبقى هنا بتقسم على الاثنين وجوه بتقسم على الاثنين بعد ما بتزود 1، انما هنا بتزود 1 بس خلاص. يبقى هنا بزود 1 بس خلاص، انما هنا بزود 1 واقسم على الاثنين وبقسم على الاثنين برضه، يبقى بتقسم مرتين. طب تعالى نشوف السؤال الثاني. السؤال ده يا شباب ممكن نعمله ازاي؟ السؤال ده كده تتوقع ممكن نعمله ازاي؟ اول حاجه احنا ده كده ممكن نخليه حاجه سكوير، بس عشان نخلي ده سكوير ممكن نعمل له ايه؟ كومبليتلي السكوير. يبقى على جنب كده يا شباب، على جنب اهو، ممكن اروح اظبط دي. هتظبطها ازاي؟ هقول والله هاخد الماينس كومن فاكتور، فده هيتبقى لي ايه؟ اكس سكوير ماينس 2 اي اكس. طب لو انا خدت ده كومن فاكتور اعمل له بقى كومبليتلي السكوير، يبقى الماينس معايا بره، فده اكس ماينس اي اول سكوير، هنقص طبعا اي سكوير تاني، يبقى انا كده خلصت الكومبليت سكوير. اوزع الماينس يبقى ده كده هتبقى اي سكوير ماينس اكس ماينس اي الكل سكوير. طيب خلي بالك الاي ده كونستانت، طبعا انت بتاخد اي للكلام ده كله، فاي للكلام ده كله هيبقى بيساوي كام؟ طب ممكن نكمل هنا، ممكن اي للكلام ده كله اهو، باخد اكسبوننشال للكلام ده كله، فدي هتبقى اي باور اي سكوير مضروبه في اي باور نيجاتيف اكس ماينس اي الكل سكوير، تمام؟ طب تعالى كده نعوض بقى فوق، يبقى ده كده هيبقى من كام؟ هيبقى اي باور اي سكوير ده كونستانت طلعته بره الانتجريشن، ماشي، من اي لحد انفينيتي، من اي لحد انفينيتي اي باور نيجاتيف اكس ماينس اي سكوير دي اكس. خلي بالك احنا قلنا ايه؟ عايزين هنا حاجه سكوير، عايزين هنا حاجه سكوير. طب طالما عايزين حاجه هنا سكوير ممكن نروح نعمل ايه؟ ممكن نروح بكل بساطه نقول والله ليه ان دي هنسميها حاجه، يبقى الباور ده انا عارف ان ده باور سكوير بس هنسميه حاجه واحده، عشان هي في الاكسبوننشال رخمه شويه ان انت تقول لي طب احنا هنا عايزين ايه؟ احنا هنا عايزين اكس ماينس
A سكوير، يعني هنا الحاجة بتاعتنا x ماينس a كل سكوير، يبقى هنا لازم يبقى في x ماينس a. ممكن نعتبرها ايه؟ ممكن نعتبرها x ماينس a باور زيرو. خلي بالك انا بكلم الناس اللي هي بتحب التخيلات شوية، يبقى ممكن اعتبر ده وراح فين؟ انا عندي كده بقى ده انتجريشن من a لحد انفينيتي، e باور ماينس x ماينس a الكل سكوير في دي ايه؟ في دي اكس. طيب الناس بقى اللي بتحب التخيلات، احنا قلنا هنا المفروض حاجه سكوير، يبقى هنا في حاجه. طب الحاجه دي اللي هي x ماينس a باور 0 اهو، دي اكس ماينس a، يعني تعالى كده اشتق ال x ماينس a هتطلع لك بدي اكس، يبقى الدي اكس دي مظبوطه اللي هي بتاعت الحاجه. بس ايه اللي مش مظبوط؟ اللي مش مظبوط بس ان الاي هنا من حدود التكامل، المفروض تبقى من 0 لانفينيتي مش من a لانفينيتي. ايه اللي انا بقى بقوله دلوقتي؟ اللي انا بقوله دلوقتي ان احنا ممكن نروح نسمي الاكس ماينس اي نسميها يو، يبقى هتسمي اليو اكس ماينس اي، ففي الاخر خالص حدود التكامل هتتظبط، فدي هتبقى من 0 لحد انفينيتي، ودي هتبقى اي ماينس يو سكوير، وده هيبقى دي يو عادي خالص ما فيهوش اي مشكله. طيب بقت على انهي ترم بقى دلوقتي يا شباب؟ بقت على الترم ادي يو باور 0 اللي هو بواحد، يبقى هتروح تعمل ايه؟ هتزود الباور واحد وتقسم على الاثنين. بس طالما انت بتقسم على الاثنين، افتكر ان انت تقسم على الاثنين تاني، يبقى دي بقت جاما نص على نص، تمام؟ يبقى ده كده بقى جاما نص على نص. هو ايه جاما نص على نص دي؟ اللي هي جذر باي على الاثنين، تمام؟ انا يا ريت ما اكونش صعبتها على الناس، اصل كنت عايز اشرح هنا حته كده، بس ايه؟ قلت مش وقتها، هتيجي في مساله تاني. المهم بقت دي كده جذر باي على الاثنين. طب تعالى نقولها تاني طالما بقى جت وقتها. اللي انا كنت عايز اقوله هنا هي ايه؟ الحته دي كده كنت ممكن من غير ما تعوض تقول ان دي بقت اي باور بقت ماينس حاجه سكوير، وهتعتبر هنا في الحاجه بتاعتك، فالحاجه دي كانت باور زيرو، فتروح قايل على طول ان هي جاما نص على نص برضه. طيب حدود التكامل دي كانت راحت فين؟ ما انت معتبر ان هي دي كلها حاجه، فدي كلها حاجه الاكس لما بتروح لايه؟ فدي هتروح لزيرو، والاكس لما تروح لانفينيتي دي هتروح لانفينيتي، فهتتخيل ان هي زيرو لانفينيتي. طبعا في ناس اصلا بتحب تعمل كده، يعني انا بحب اتخيل كده من غير ما اروح اعمل سبستيتيوشن، بس انا بعت لك حل الشيت بالسبستيتيوشن عشان ما نعرفش الناس اللي بتحب تتخيل والناس ما بتحبش تتخيل وهكذا. تمام، يبقى هنا في الاخر خالص يا شباب انا هيتفضل معايا اي باور اي سكوير بره، كل ده مضروب في كام؟ كل ده مضروب في النتيجه بتاعتنا دي اللي هي جذر باي جذر واي على 2. تمام، تعالى هنا يا شباب كوشاين اكس ماينس شاين اكس، فاكر ان الكوشاين كانت باكسبوننشال بلس اي ماينس الاس على 2، والشاين كانت اي باور اكس ماينس اي باور ماينس اكس على 2، فيبقى الطرح بتاعهم هيبقى عامل ايه؟ الطرح بتاعهم هيبقى اي باور نيجاتيف اكس، يبقى دي كده بقت من 0 لحد انفينيتي. اكس جذر اكس دي ليه اكس باور نص، ودي كده بقت اي باور نيجاتيف نيجاتيف 5x، نيجاتيف 5x دي اكس خلاص. طب هنعمل ايه ده؟ هنعمل في الموضوع ده ايه؟ تعالى نشوف ايه اللي بيضايقني يا شباب. تعالى اكتبها لك في صفحه ثانيه اهي، دي بقت من 0 لحد انفينيتي x باور نص، وهنا e باور نيجاتيف 5x. خلي بالك اللي بيضايقني ايه؟ ان المفروض الاكسبوننشال دي احنا قلنا اي باور نيجاتيف حاجه في الحاجه. طيب بص بقى، هنقول الحاجتين دلوقتي ونشوف انت الاسهل. اول حاجه المفروض حضرتك تتخيل لو دي كلها على بعضها كده حاجه واحده اهو اللي هي 5x، يبقى لازم هنا كان يبقى في ايه؟ خلي بالك كان لازم يبقى في 5x اهو، بس ال 5 دي كلها كانت تبقى باور نص، فكأنك كده ضربت 5 باور نص. طب طالما ضربت 5 باور نص تقسم على 5 باور نص اللي هي جذر 5. طب دي اول حاجه. تاني حاجه الدي اكس اللي هنا دي يا شباب احنا قلنا المفروض تبقى دي حاجه، طب الحاجه دي كانت 5 اكس، يعني المفروض دي كانت تبقى 5 دي اكس، يعني كأنك ضربت هنا 5 يبقى تقسم هنا كمان على 5 اهو. يبقى في الاخر خالص عملتها ايه؟ اي باور نيجاتيف حاجه في الحاجه، يبقى تطلع لك الانسر بتاعتك اللي هي ايه؟ هتاخد الباور ده وتزوده واحد بس مش اكتر من كده، يبقى دي هتطلع لك جاما 3 على 2، جاما 3 على 2 اهو، الحته دي كده كلها هتطلع لك جاما 3 على 2،
وموجود تحت كام؟ 5 جذر 5، 5 جذر 5. طب جاما 3 على 2 دي اللي هي نص جاما نص. طيب يبقى نص، نص دي في 5 تحت يعني 10 جذر 5، وجاما نص دي اللي هي في جذر باي. طبعا جذر 5 على او جذر باي على جذر 5 ممكن تقول ان هي جذر باي على 5 كلها، يعني جذر باي على 5. طيب دي الناس اللي بتحب تتخيل، خلي بالك بقى الناس اللي ما بتحبش تتخيل تعال نحلها من اول وجديد اهو. يبقى 0 لحد انفينيتي، ودي اكس باور نص، ودي كده اي باور نيجاتيف 5 اكس كده دي اكس. بص بقى اللي ما بيحبش يتخيل ده بيبقى ماشي سيستماتيك وبيطلع صح وبينجز نفسه والموضوع بيبقى جميل. قال لك انا عايز دي الحاجه، خلاص يا عم سمي لي دي الحاجه كلها. طبعا سيبك من الماينس، يبقى خلي اليو بتساوي 5 اكس. لما اليو بتساوي 5 اكس يبقى الاكس نفسها بتساوي كام؟ يو على الخمسه. وسولف فور اكس على طول، يعني على طول سولف فور اكس عشان دي هتحل لك مشاكل كتير. يبقى دي اكس بتساوي كام؟ بتساوي دي يو على الخمسه. يبقى تعالى نروح نعوض هنا، ادي ده من 0 لانفينيتي. الاكس بكام يا شباب؟ قلنا بيو على الخمسه، يبقى ده يو على الخمسه كلهم باور كام؟ كلهم باور نص في اي باور نيجاتيف يو. دي اكس اللي هي بكام؟ دي يو على الخمسه، دي يو على الخمسه. يعني ده بقى من 0 لحد انفينيتي، طلع الكونستانت بره، ادي هنا في يو 5 باور نص وفي 5 هنا، فبقت 5 جذر 5. اتفضل لك كام هنا؟ اتفضل لك يو باور نص واي باور نيجاتيف يو دي يو. ده اللي هو ايه يا شباب؟ ده اللي هو حضرتك اي باور ماينس حاجه في حاجه باور اي حاجه، تاخد اي حاجه دي وتزود عليها واحد، يبقى ده جاما 3 على 2 على 5 جذر 5 زي ما جبنا الانسر فوق هنا اهي، جاما 3 على 2 على 5 جذر 5. طيب خلاص انا هحل بقى ايه، هثبت طريقه واثبت الطريقه اللي الطلبه بتحلها اللي بتحبها اللي هي السبستيتيوشن. فانا هثبت السبستيتيوشن، بس انا كنت عايزك اقول لك ان انت على طول ممكن تحلها بدي في خطوه واحده كده. طيب المهم هنا شباب، هنا فيها فكره، خلي بالك الكي باور نيجاتيف اكس دي او الكي باور اكس دي ممكن تطلع فوق تبقى كي باور نيجاتيف اكس. يبقى الكي يبقى ده كده من 0 لحد انفينيتي اكس باور كي، والكي دي ممكن تطلع فوق وتبقى كي باور نيجاتيف اكس. دي اللي كانت في المقام. طب هي ايه مشكلتنا هنا؟ مشكلتنا هنا ان دي مش اكسبوننشال، مش اي. طيب لو كانت دي ايه يا شباب؟ كانت المشكله اتحلت، كانت المشكله اتحلت، كانت هتبقى اي باور نيجاتيف حاجه في الحاجه باور اي حاجه، فكانت الانسر بتاعتنا هتبقى جاما كي بلس 1. تمام؟ انما دي مش ايه. طيب هنعمل ايه؟ خلي بالك ان انت ممكن تفكر بكذا طريقه. ممكن تقول لي والله احنا كنا بناخد زمان ان اي حاجه انت ممكن تخليها مثلا 2، يعني 2 باور مثلا ال بتساوي 5، كنت تقدر تجيب قيمه ال ال. طب ما انت ال 2 دي لو دوست ما اعرفش كام ممكن تخليها اي، يبقى اي باور ال بتساوي 5، تقدر تجيب قيمه ال ال تاخد ال ال الطرفين. طيب حلو جدا. طب اي باور ال بتساوي كي، تقدر تجيب قيمه ال ال. يبقى انا خدت الكي دي، ده تفكيرين يا شباب، انا افكر معاك انت تفكيرين دلوقتي، انت ممكن تعمل بوز وتفكر انت. ممكن اخد الكي دي واقول والله ده الكي ده بيساوي كام؟ بيساوي اي باور حاجه انا ما اعرفهاش. طب تقدر تجيب الحاجه اللي انت ما تعرفهاش؟ اقدر اجيبها لو انا خدت لين للطرفين. يبقى انا اخد لين كي بتساوي ال، لما اخد لين كي بتساوي ال يبقى ال ال دلوقتي بتساوي ايه؟ بتساوي لين كي، يبقى الكي نفسها بتساوي اي باور لين كي اهو. يبقى انا دلوقتي قدرت اجيب الكي في صوره اكسبوننشال، ويبقى انا حليت السؤال كله. يبقى دي كده بقت من 0 لحد انفينيتي اكس باور كي، ودي كده بقت اي باور طبعا الباورز بتضرب في بعض، يعني دي ماينس اكس لين كي. جميل جدا، ده تفكير يا شباب، وده تفكير معظمكم بيوصلوا له على طول. طب في تفكير تاني اللي هو تفكير الانفرس فانكشن. خلي بالك ان انت لو عندك هنا اكس مثلا اكس، وانا رحت ضاربها في 5 وبعد كده ضربتها في 1 اوفر 5، الناتج ده هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي اكس. يبقى اذا لما انت يبقى عندك حاجه وعايز تابلاي عليها فانكشن وما يظهرش التاثير، فبتابلاي الفانكشن والانفرس فانكشن، يبقى كده مش هيظهر تاثير على الاكس. يبقى انت كده 5 في اكس كلها في 1 على 5 بيظهر الاكس. فدي كده الفانكشن ودي الانفرس فانكشن. طب مثلا لو انا عندي هنا اكس وخدت لها ساين، طب ورجعت خدت ساين انفرس للكلام ده، فساين انفرس ساين اكس في الاخر خلاص هتطلع لك اكس. ليه؟ لان انت ابلاي عملت ابلاي للفانكشن وللانفرس فانكشن. طيب
لو انا دلوقتي عندي الكي وانا عايز اخليها اكسبوننشال، هو الانفرس بتاع الاكسبوننشال ايه يا شباب؟ معلش حسيت ان انا متحت شبابي في الحته دي. المهم الانفرس بتاع الاكسبوننشال هو ايه؟ هو اللين. تمام، يبقى انا لو خدت الاي لازم اخد اللين، يبقى اي باور لين اي حاجه بتطلع الحاجه نفسها. يبقى انا لو عندي كي باور نيجاتيف اكس مش ممكن اخد اي، وانا طالما خدت الاي اخد اللين اهو، يبقى الاي باور لين كي ماينس اكس، وطبعا الماينس اكس ده جوه اللين، قص جوه اللين يبقى ينزل جنبها هيبقى اي باور نيجاتيف اكس لين كي اهو اللي هو موجود هنا يا شباب، اي باور نيجاتيف اكس لين كي. طيب المهم المهم بنعمل ايه بقى هنا؟ اهو بقت سهله، بقت سهله جدا وممكن تتحل خلاص. ان انت تعمل ايه؟ تمشي سيستماتيك وهتسمي ده الحاجه بتاعتك. طب لو انت مش عايز، لو انت عايز تتخيل، خلينا نقول لو انت عايز تتخيل ايه اللي انت تتخيله حضرتك، دي كلها الحاجه بتاعتك صح؟ خلي بالك بقى دي كده كلها الحاجه بتاعتك، يبقى لازم هنا تبقى في الحاجه بتاعتك موجوده اللي هي اكس لينكي اهو، يبقى كانك هنا حطيت لينكي بس كل ده مرفوع لباور كام؟ كل ده مرفوع لباور كي اهو. طب يعني انت كانك زودت لينكي باور كي، يبقى تقسم على لينكي باور كي. جميل جميل. طيب خلي بالك الدي اكس بتاعك يا شباب، احنا بنقول دي الحاجه برضه، طب لو دي الحاجه بتاعتك الدي بتاعها كام؟ الدي بتاعها لينكي دي اكس، يبقى كنت المفروض تحط هنا لينكي دي اكس اهي. طالما حطيت هنا لينكي يبقى تقسم هنا كمان على لينكي، او انت بتقسم على لينكي مش كان لينكي مضروبه في لينكي باور كي، يعني كلها لينكي بلس 1. لو انت حطيت هنا لينكي هتضربها هنا تبقى لينكي بلس 1، وساعتها يبقى في الغالب النتيجه بتاعتك هي ايه؟ تاخد الباور بتاعه وتزود واحد، يبقى هنا ده جاما كي بلس 1 على لينكي باور كي بلس 1. اللي بيعمل سبستيوشن روح يعمل سبستيوشن، هتطلع ايه هي؟ ما هي هي كان انا برضو بعمل سبستيوشن هنا، يعني ما فيهاش الفكر الجامد يعني خلاص، بس انت هنا ايه ممكن تروح مظبطها على طول ومش واخد اي سطر من الامتحان. طيب يبقى هنا دي هتطلع ايه؟ تطلع جاما جاما كي بلس 1 على لينكي اهو، يبقى الانسر بتاعتنا هنا، يبقى الانسر بتاعتنا هنا دي هتطلع جاما كي بلس 1 على لينكي كلها باور كام بقى؟ باور كي بلس 1. جميل جدا. طب هو بقى بيقول لك عوض، طب هنا يعني ايه عوض هنا؟ يعني حط الكي هنا بثلاثة، فهتطلع لك دي بكام؟ دي هتطلع لك بجاما 4 على لين 3 كلها باور كام؟ باور 4. تمام؟ ما فيهاش أي مشكلة. يعني 3 فاكتوريال على لين 3 باور 4. طيب هنا يا شباب هنا هتعمل إيه؟ هنا مش عارف هتعرف تتخيلها، الموضوع صعب هنا. الموضوع صعب فلازم نمشي في سكة السبستيوشن. طيب تعالى كده في الاخر خالص، يعني ايه نمشي في سكه السبستيوشن؟ هتاخد المعلم ده وتسميه اي حاجه، تسميه تي زد ال ام اي حاجه، يبقى انت كده اليو او تسميها يو، فبقت يو سكوير، يعني احنا قلنا اي باور ماينس حاجه سكوير في الحاجه على طول والدنيا هتطلع معاك. فتعالى كده ناخده على جنب ونتعامل معاه اهو. ده بقى هنا بقى من كام لكام؟ كان من 3 الانفينيتي، من 3 الانفينيتي اكس سكوير، وهو الراجل جايبها لك جاهزه اي باور نيجاتيف، يعني مش لازم تروح تعمل كومبليتلي سكوير، لا هو مديك كومبليتلي سكوير دي اكس. يبقى احنا ممكن نعمل ايه؟ هنقول والله نخلي اليو بتساوي اكس ماينس 3، واول خطوه تعمل سولف فور اكس، يبقى الاكس بتساوي يو بلس 3 بس كده. يبقى في الاخر خالص هتقول لي والله الدي اكس بتاعك بكام؟ يبقى الدي اكس بتاعتك بدي يو. ويبقى تعالى نحل السؤال، طبعا تروح تقول والله الحدود التكامل اتغير، لما الاكس ب 3 يبقى اليو ب 0 اهو، يبقى اليو ب 0، ولما الاكس بانفينيتي يبقى اليو بانفينيتي. الاكس كلها بكام؟ الاكس كلها بيو بلس 3، يو بلس 3 سكوير في اي بار ماينس يو سكوير دي يو، دي يو دي اللي هي دي اكس بدي يو. حلو جدا. بقى اي بار ماينس حاجه سكوير في الحاجه، هل دي الحاجه؟ لا، يبقى احنا ممكن نعمل زي اول سؤال خالص، نعمل اكسبانشن والدنيا تطلع معانا على طول. تعالى كده نعمل اكسبانشن، يبقى دي بقت من 0 لانفينيتي. اول ترم عندنا هو ايه؟ يو سكوير في اي باور نيجاتيف يو سكوير دي يو زائد
2 في 3 في u يعني ب 6 من 0 لحد انفينيتي u باور e ماينس u سكوير du زائد اخر ترم يا شباب 9 من 0 لحد انفينيتي e باور ماينس u سكوير du. يبقى السؤال بتاعنا اتحل. تعالى اتحل ازاي بقى. خلي بالك ان دي على انهي فورم، حاجه سكوير، يبقى احنا بنزود الباور بتاعنا بواحد وبنقسم على 2. وطالما حضرتك قسمت على 2 افتكر ان انت تقسم على 2 تاني اهو، يبقى بتزود باور واحد تقسم على 2 يعني 3 على 2 وتقسم على 2 تاني زائد 6 جاما الباور بتاعنا نزوده واحد يبقى 2 على 2 بواحد وتقسم على 2 تاني. اوعى تنسى تقسم على 2 زائد 9 مستحيل معلش 9 هنا دي ممكن تعتبرها ايه يو باور 0 يبقى هنا دي جاما 1 على 2 تاني تمام. ما هتفك دي هتطلع لك بكام؟ ب 19 على 4 جذر باي زائد 3. يا جماله يا جمال. ماشي نكمل يا شباب نكمل، بلاش نتطرق لحاجات خارجيه. طيب تعالى هنا يا ريس نشوف هتعمل معانا ايه هنا. تعالى ونشوف نشوف هنا السؤال ده. السؤال ده احنا ممكن ناخد ده على جنب كده نعمل له كومبليت للسكوير بتاعه. يبقى دي هتطلع بكام على طول لما تعمل لها كومبليت للسكوير بقى انت ادرى، بس يعني هتطلع ب 9 ماينس اكس ماينس 3 هول سكوير. خلاص عشان عملناها فوق فانا ايه فاكرها يعني. طيب يبقى تعالى بقى نشتغل على جنب ده بقى من كام لكام بقى من 3 لانفينيتي اكس ماينس 3 باور 5. طبعا لما تاخد اي هتطلع لك هنا اي باور 9 وهنا هتطلع لك اي باور ماينس اكس ماينس 3 سكوير دي اكس. صح كده دي اكس. طبعا ده سؤال سهل جدا واجابته هتبقى ايه باللوجيك كده اي باور 9. ليه بقى يا ريس؟ هنا ده الحاجه سكوير موجوده هنا صح؟ موجوده موجوده. طيب وهنا ده يا شباب ايه؟ وهنا ده الحاجه عندي، ما دي اكس ماينس 3 ودي اكس ماينس 3 وهنا دي دي الحاجه. لما تاخد اكس ماينس 3 تاخد لها ديفرنشيشن هتبقى دي اكس، فده يبقى ايه جاما تاخد الباور ده تزوده واحد يبقى كام؟ يبقى 6 وتقسم على الباور الجديد يعني جاما 3. بس طالما انت قسمت على الاثنين هنا بتزود واحد تقسم على الاثنين هتقسم هنا على الاثنين، فجاما 3 على الاثنين دي اللي هي ايه 2 جاما 2 على الاثنين، ده يروح مع ده وجاما 2 دي اللي هي بواحد. يبقى في الاخر خالص هتبقى لك الايه الاي باور 9. طبعا ممكن تروح تعمل ايه تاني؟ ممكن تروح تعمل سبستيوشن، بس يعني انا شايف ان هنا مش مستاهله السبستيوشن يعني. المهم هتطلع معاك على طول برضو هي هي. ايه تاني يا شباب؟ تعالى نخش بقى في البروف. نخش في البروف. طيب هنعمل البروف ده ازاي؟ ممكن حضرتك تعمله بطريقتين. تعالى كده ممكن ابدا لك انا في طريقه وانت تكملها واحل لك بطريقه ثانيه. خلاص يعني عشان ما يبقاش كل حاجه كده الدنيا سهله يعني. هو بيقول لك اثبت ان جاما ان زائد نص بتساوي كام يا شباب؟ بتساوي جذر باي جذر باي وهنا 2 ان فاكتوريا وهنا 2 باور مش فاكر 2 ان هنا كان في ان فاكتوريا. طبعا لو انا كنت حليته كنت اكيد ابقى فاكر، يبقى انا ما حليتوش يبقى هنا 2 ان. طيب حلو جدا. تثبت بقى الكلام ده ازاي؟ خلي بالك هي جاما ان بلس 2 دي فاكر جاما اكس كانت ايه؟ او جاما اكس بلس 1 مش كانت باكس جاما اكس؟ طيب ما انت بتنقص واحد يبقى جاما ان يبقى دي هتبقى جاما ان ناقص واحد بقى ان ماينس نص في ان ماينس نص. ماشي؟ في ان ماينس نص او انا عكستها اهي يبقى ان ماينس نص في جاما ان ماينس نص. جميل. طب واحد مقامات بقى كده يبقى دي 2 ان ماينس 1 على 2. طيب هنا جاما ان ماينس نص دي مش هتبقى ان ماينس ناقص 1 يبقى ماينس 3 على 2، واحد المقامات تبقى 2 ان ماينس 3 على 2. طب ودي هتبقى 2 ان ماينس 5 على 2 وهتفضل ماشي كده الى ما شاء الله 2 ان ماينس 7 على 2 لحد ما توصل دي هتبقى جاما كام؟ هتبقى جاما نص. لحد ما توصل في الاخر خالص ان دي هتبقى جاما نص يعني جذر باي.
خلاص، فالجذر باي ظهر معايا ومبروك واهلا وسهلا، اللي هو الحته دي. جميل، يبقى الجذر باي ده ظهر معايا. كمل انت بقى، خلي بالك ال 2 دي لما تتضرب في بعض هتتضرب قد ايه؟ ان مره. يبقى المفروض تحت دي هتديك 2 باور ان. طيب فوق يا شباب 2 ان ماينس 1، 2 ان ماينس 3، 2 ان ماينس 5، 2 ان ماينس 7. انت عايزه في الاخر خالص ده يبقى يبقى فاكتوريال كام؟ انت عايزه فاكتوريال 2 ان. فاكر فاكتوريال 2 ان مش كان هو 2 ان مضروب في 2 ان ماينس 1 في 2 ان ماينس 2 وهكذا؟ طيب ايه اللي موجود عندك؟ موجود عندك 2 ان ماينس 1 وماينس 3 وماينس 5. يبقى حضرتك ناقص تعمل ايه؟ ناقص تضرب بقى في 2 ان ماينس 2 و 2 ان ماينس 4 و 2 ان ماينس 6. بس طالما ضربت فيهم فوق يبقى لازم تضرب فيهم تحت. طيب شوف بقى الدنيا تطلع معاك عامله ازاي. خلاص ده اول اثبات. الاثبات الثاني، الاثبات الثاني ممكن تثبته بايه؟ اهو جاما ان بلس نص. احنا قلنا عايزين نثبت ان هي بتساوي جذر الباي في 2 ان فاكتوريال على ان فاكتوريال، وهنا في 2 في 2 باور 2 ان. بالايه؟ بالماثيماتيكال اندكشن. بيقول لك ان البيز بتاعنا، يبقى البيز بتاعنا لما ان بتساوي 0 هنا الجاما دي هتبقى جاما نص الليفت هاند سايد، والرايت هاند سايد هيساوي كام؟ هنا ب 0 ب 1 وهنا فاكتوريال 0 ب 1 وهنا 2 باور 0 ب 1، يبقى هتساوي جذر باي. يبقى البيز بتاعتنا شغاله. الهايبوثيسيس بتاعتنا ان جاما ان زائد نص دي فاليد من ان اكبر من زيرو لحد ايه؟ لحد ان. ايه تاني؟ عايزين بقى نجيب جاما ان زائد واحد، عايزين نجيب جاما ان زائد واحد اللي هي زائد نص، يعني النص ده كده كده معانا. ولازم الرايت هاند سايد يوصل لايه؟ لازم الرايت هاند سايد ده يوصل ان كل ان تتشال وتحط ان بلس واحد، يبقى احنا كده اثبتنا. طيب تعالى جاما ان بلس واحد بلس نص دي مش هي هتبقى جاما ان زائد 3 على 2؟ طب فك ان زائد 3 على 2 دي، مش هتبقى ان زائد نص مضروبه في جاما ان زائد نص؟ طب احنا قايلين او عاملين اسامبشن ان جاما ان زائد نص دي فاليد اللي هي الايه بتساوي الكلام ده. تعالى خدها وحطها ويبقى السؤال خلص على طول. طبعا ممكن واحد مقامات هنا تبقى دي 2 ان بلس 1 ودي تبقى 2، وهنا هنحط بقى جذر باي في 2 ان فاكتوريال على ان فاكتوريال، وهنا موجود في ايه عندنا؟ 2 باور 2 ان، 2 باور 2 ان. طب نركز بقى، بص بقى ايه اللي هيحصل؟ ال 2 دي لما تضرب هنا يديك كام يا شباب؟ اهو ال 2 دي لما تضرب هنا يديك تحت 2 باور 2 ان بلس 1. طيب وهنا هتفضل ان فاكتوريال، وهنا الجذر باي ده سيبك منه ولا ليه اي حاجه. هنا 2 ان بلس 1 لما تضرب في 2 ان فاكتوريال مش تديك 2 ان بلس 1 فاكتوريال، 2 ان بلس 1 فاكتوريال. حلو جدا. هل ده اللي احنا عايزينه؟ لا، احنا عايزين ده يبقى، احنا قلنا نشيل كل ان ونحط ان بلس 1، يعني ده المفروض يبقى 2 في ان بلس 1. خلاص، يعني احنا عايزين هنا كمان ايه؟ 2 ان زائد 2، يعني عايزين نضرب هنا في 2 ان زائد 2. طب طالما هنا ضربنا في 2 ان زائد 2، يعني هنا نضرب في برضه 2 ان زائد 2 او 2 في ان زائد 1. خلاص؟ طيب الاثنين دي تروح هنا يا شباب تخلي لك ده ايه؟ تخلي لك ده 2 في 2 ان زائد 2 اللي هي 2 ان زائد 1. طيب ال n زائد 1 يروح هنا هيخلي لك الفاكتوريال ده n زائد 1 فاكتوريال، وفوق هيبقى 2 في n زائد 1 فاكتوريال، وده جذر باي، بيبقى السؤال خلص. تمام؟ بس عشان الأداء. طيب نبدأ هنا يا شباب. هنا قال إيه؟ عايزين نثبت طبعًا إثباتات البيتا والجاما دي أسهل حاجة، يعني أظن أسهل حاجة في مش في المنهج، أظن في المناهج بتاعي يعني. ماشي، تعالى نشوف. بيقول ناخد اثبات ده كده على جنب. بيقول اثبت ان، تعالى نبدا باي حاجه ونوصل للثاني، يعني نبدا بالليفت هاند سايد ونوصل للرايت هاند سايد. هنا مدينا ام وهنا ان بلس 1، تعالى كده ادي بيتا، بيتا ام والناحيه الثانيه ان بلس 1. طيب
تعالى كده نفكها بقى، هو عايز ايه؟ عايز دي ان ودي ام بلس 1. طيب احنا عارفين كل اللي احنا عارفينه عن البيتا هو ايه؟ ان البيتا بتساوي جاما الاولاني في جاما الثاني على جاما المجموع، يعني ده هتساوي جاما ام تمام في جاما ان بلس 1 على جاما المجموع، يعني جاما ام بلس ان بلس 1 ام بلس ان بلس 1. طيب ده يساوي ايه تاني يا شباب؟ خلي بالك بقى هو عايز ده ان، خلاص نفك ده عشان يبقى ان، فلما نفك يدينا ان جاما ان اهو، هيدينا ان جاما ان. طيب هو عايز ده ام بلس 1، طب ام بلس 1 دي اللي هي ايه؟ ام جاما ام بجاما ام بلس 1، فانا لو ضربت هنا في ام عشان نخلي جاما ام دي جاما ام بلس 1 فدي هتبقى جاما ام بلس 1، بس انا طالما ضربت في ام يبقى اقسم على الام، وادي ايه؟ جاما ام زائد ان زائد 1، يبقى في الاخر خالص ده هيساوي ان على الام بيتا ام بلس 1 وام. ماشي ده اول اثبات. طيب الاثبات الثاني بيقول لك ايه؟ تعالى كده نشوفه. اثبت لي ان انت لما هنا ده يبقى بواحد وده يبقى بواحد يساوي الليفت هاند سايد، فتعالى نبدا من الرايت هاند سايد. تعالى نبدا من الرايت هاند سايد الناحيه الثانيه اهو. بيتا اللي بالك بقى بيتا بيتا ام بلس 1 وان زائد بيتا ام وان بلس 1. طبعا ايه؟ هتفك وتخلي ده بانه ده بام وخلاص، يبقى دي كده هتبقى جاما. طيب جاما احنا فك بقى على طول، احنا ام بلس 1 دي عايزينها ام، يبقى اللي هي ام جاما ام. ماشي ام جاما ام، ودي في جاما ان على جاما المجموع، والمجموع احنا عايزينه ايه؟ احنا عايزين المجموع بتاعنا الليفت هاند سايد. فين الليفت هاند سايد؟ الليفت هاند سايد ام وان، يعني عايزين المجموع بتاعنا يبقى ام وان، يعني هنفك برضو اللي تحت، المفروض نقول ان دي جاما ام بلس 1 بلس ان، بس لما تفكها تبقى ايه؟ جاما ام بلس ان مضروبه في ايه؟ في ام بلس ان. جميل. طب ونفس الكلام الناحيه الثانيه، زائد هنا دي هتبقى جاما ام، ودي عايزينها جاما ان، يعني ان جاما ام، ادي ان جاما ان، ونفس الكلام تحت يا شباب، هتبقى ام بلس ان مضروبه في جاما ام بلس ان، جاما ام بلس ان. خلاص كده السؤال اتحل. ليه السؤال اتحل؟ لان هما نفس المقام، فتقدر ايه؟ تقول والله ان ده هيبقى ام بلس ان، نفس المقام عادي خالص مضروبه في جاما ام بلس ان. فوق يا شباب ممكن تاخد ايه كومن فاكتور؟ الجامات لما تاخدها كومن فاكتور يبقى دي جاما ام مضروبه في جاما ان، تاخد كومن فاكتور يتبقى لك ايه؟ ام بلس ان. طبعا هتلاقي ده راح مع ده، وهنا جاما ام في جاما ان على جاما ام بلس ان اللي هي ايه؟ بيتا ام وان اللي هي الليفت هاند سايد. يبقى السؤال خلص. طيب تعال نخش في اللي بعده. طب عشان نخش في اللي بعده لازم افكرك بايه؟ لازم افكرك بالفورمولا بتاعت البيتا. بس خلي بالك ان البيتا هتبقى اسهل بكتير. ليه البيتا اسهل بكتير؟ لان الحدود بتاعتك هتعرفك تستخدم انهي ايه؟ انهي ديفينيشن. فتعالى كده نقول والله على جنب كده ان البيتا اكس وواي كانت بتساوي كام؟ كانت بتساوي من 0 لحد 1 تي اكس ماينس 1، وهنا 1 ماينس تي. يبقى خلي بالك هي حاجه في 1 ماينس الحاجه، مش مهم الباور، باور اي حاجه، يبقى هي حاجه في 1 ماينس الحاجه، طبعا ده واي ماينس 1. فدي شبه الجاما شويه، ان هو لو جات لك حاجه اي باور اي حاجه في 1 ماينس الحاجه باور اي حاجه، بتاخد الايه؟ بتاخد تبقى بيتا، وبتزود الباور الاولاني بواحد وبتزود الباور الثاني بواحد. طب نفس الصوره اللي هي الصوره الثانيه اللي احنا كنا بنزود الباور واحد ونقسم على الاثنين ونقسم مره ثانيه على الاثنين، هتبقى هي الصوره دي اللي هي 2 من 0 لباي على الاثنين ساين ثيتا باور 2 اكس ماينس 1، عشان كده بنزود واحد نقسم على الاثنين، في كوزاين سيتا باور 2 واي ماينس 1، طبعا دي سيتا. تمام. اخر صوره يا شباب، في صوره ثالثه فاضلين، بقت من 0 لحد انفينيتي. من 0 لحد انفينيتي ايه بقى؟ يا سامح يا عمر اسمه ايه؟ مش فاكر. المهم هتبقى تي صح؟ 1 ماينس تي دي تبقى 1 زائد تي، بس في المقام يبقى 1 زائد تي. طب وايه تاني بقى؟ هنا اكس ماينس 1، يبقى حضرتك بتزود ايه؟ بتزود واحد، وهنا اكس زائد واي، اكس زائد واي، حضرتك بتقول ايه؟
الواي الاكس اللي طلعت من هنا تطرحها من الباور ده، يعني لو هنا 2 يبقى 2 ناقص الباور اللي طلع من هنا، طبعا سهله وواضحه. طيب دي تي حلو، يبقى دي الثلاث صور. خلي بالك ان واحد من 0 لواحد، من 0 لباي على 2، من 0 لايه؟ لانفينيتي، من 0 لانفينيتي، وعذرا على الاختلاف. طب تعالى نشوف الاسئله عامله ازاي. اول حاجه يا شباب بفكرك هنا مفيش لين، مفيش باور فانكشن، مفيش اكسبوننشال، يبقى مش هتستخدم الجاما قوي، يبقى انت بتستخدم البيتا. طيب بتستخدم البيتا انت بتدور على ايه؟ على حاجه في واحد ناقص الحاجه، او ساين وكوزاين دي سهله، او بتدور على حاجه على واحد زائد الحاجه. فتعالى نشوف هنعمل ايه. طيب اول حاجه هي باين ان دي واحد ناقص الحاجه، بس دي كده مش الحاجه كلها، ممكن ناخدها ونسميها ان هي الحاجه. يعني ممكن في اول سؤال، خلي بالك اهو، اول سؤال ممكن نقول والله ايه، ليت ان اليو بتاعتك بتساوي الاكس بار 3. طبعا دي اول خطوه عشان نخلي ده واحد ناقص الحاجه. طب لو اليو بتساوي الاكس بار 3 يبقى الاكس بتساوي كام؟ يبقى الاكس بتساوي يو في 1 اوفر 3. يبقى الدي اكس على طول بقى بتساوي كام؟ الدي اكس بتساوي تلت في يو ناقص 1، يبقى ماينس 2 على 3. تعالى بقى اعوض هنا، دي هتبقى من كام لكام؟ من 0 لحد 1. الجذر ده يطلع فوق بجذر سالب 3 اللي هي 1 سالب 1 على 3. يعني ده في الاخر خالص هيبقى كام يا شباب؟ ده هيبقى 1 ماينس يو في سالب 1 على 3. وهنا الدي اكس هنشيلها ونحط مكانها كام؟ شيلها ونحط مكانها في هنا تلت، ادي التلت اهو، تلت يو باور ماينس 2 على 3، ماينس 2 على 3. شايف السؤال يتحول بقى ايه يا شباب؟ بقى حاجه في 1 ماينس الحاجه، يبقى ده في الاخر خالص هيبقى كام؟ هيبقى تلت بيتا، بناخد الباور ده ونزوده 1 فبيتا تلت، وناخد الباور الثاني ونزوده 1 يبقى بيتا تلتين. طبعا لما تبقى مجموعهم واحد بتبقى سهله جدا، مجموعهم واحد دي اللي هي ايه؟ باي على ساين ايه؟ تبقى هنا ساين باي اكس، صح كده؟ يعني دي في الاخر خالص هتبقى تلت، طالما مجموعهم واحد يبقى باي على ساين باي اكس، يعني باي على اكس اللي هي بتلت، يعني ساين 60، يعني في الاخر خالص جذر 3 على 2، صح؟ تمام. يبقى باي على ساين 60، وساين 60 جذر 3 على 2، مقام المقام يطلع بسط، يبقى في الاخر هتبقى 2 باي على 3 جذر 3. طيب تعال نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني اخوه، يعني اخوه فعلا، ما فيهوش اي حاجه جديده خالص. هتسمي اليو اكس سكوير، لما تسمي اليو اكس سكوير ايه اللي هيحصل؟ تعالى كده اهو، اليو اكس سكوير يبقى الاكس بكام؟ بيو باور نص، ويبقى الدي اكس بتاعك بكام؟ الدي اكس بتساوي نص في يو باور نيجاتيف نص دي يو، بس كده. طيب هنا يا شباب هتبقى من كام لكام؟ من 0 لواحد، وفي نص بره، يبقى النص هيبقى معانا اهو من بره، وادي من 0 لواحد. طيب خلي بالك بقى من ايه؟ من الجذر اكس دي هنشيلها ونحط مكانها كام؟ يو باور ربع، صح؟ لان الاكس بيو باور نص، فيو باور نص كلها باور نص، يعني يو باور ربع دي الاكس. طب الدي اكس لما تشيلها تحط مكانها كام؟ هتحط مكانها يو باور نيجاتيف نص. فدولت لما تضربهم في بعض يو باور ربع ونيجاتيف نص، يبقى اديك ايه؟ يو باور نيجاتيف ربع. يبقى هنا يديك يو باور نيجاتيف ربع، وهنا يديك 1 ماينس يو باور 3. ويبقى كده السؤال اتحل. بتزود هنا الباور 1 وتزود هنا الباور 1، يعني في الاخر خالص الانسر دي هتديك كام يا شباب؟ هتديك نص بيتا 3 على 4، وهنا 4 على 3. تمام؟ طيب السؤال ده اخوهم برضو، اخوهم بص هنا اهو، اخوه بالظبط، يعني ما فيهوش اي جديد. هتسمي ال x باور n اليو، ال x باور n هتسميها بيو. طيب يبقى اليو نفسها بتساوي كام؟ او الاكس نفسها بتساوي كام؟ الاكس نفسها بتساوي يو باور 1 على الان، يبقى الدي اكس بتاعك بتساوي 1 على الان بيو باور 1 على الان ناقص 1 دي يو، وتروح تحط هنا الكلام ده، فالكلام ده هيطلع لك كام؟ الكلام ده في الاخر خالص الفاينل انسر هتلاقيها عندك في الايه؟ في الكتاب، عشان مش عايز ازود بقى عن كده. خلي بالك، بص هنا السؤال ده، ده بأنهي صيغه يا شباب؟ ده بالصيغه الثانيه اللي هي دي، هي راحت فين؟ اهو هنا اهي، اهو بصيغه الساين والكوزاين. اول ما تلاقي ساين وكوزاين بتعمل ايه؟
زود الباور واحد وتقسم على الاثنين، وخلي بالك وافتكر طالما قسمت على الاثنين بتقسم على الاثنين مرة تانية، يعني هنا دي هتبقى بيتا زود الباور واحد تبقى 4 واقسم على الاثنين 2، زود الباور واحد واقسم على الاثنين هتبقى 5 على الاثنين، طالما قسمت على الاثنين يبقى تقسم على الاثنين مرة تانية. دي يا شباب دي ممكن واحد يروح يقلب حياته جحيم، يقول لك هي مش على ساين اوف كوزاين، مش على ساين اوف كوزاين، هنشيل يعني هنا التربيع ونخليها واحد ماينس كوزاين وحاجات كده كتير، بس هي مش ممكن تعتبرها ساين باور 6 في كوزاين باور 0، ممكن تعتبر. يبقى في الاخر خالص دي بيتا ايه 7 على 2، زودت الباور 1 قسمت على 2، وكوزاين باور 0 زود باور 1 وقسم على 2، طالما قسمت على 2 يبقى نقسم مره ثانيه على 2. هنا دي يا شباب بص دي تيجي بحاجات كتير، يعني دي ممكن تيجي بالسنس، تعالى كده ناخدها على جنب. بص دي يو في 4 ماينس يو، طبعا شكل الاربعه بتاعتي عامله زي شكل اليو، اهي دي 4 يا ريتني ما عدلتها، 4 ماينس يو 3 على 2 و5 على 2، 3 على 2 و5 على 2 وال من 0 ل 4. بص بقى من 0 ل 4 دي المفروض تبقى من 0 ل 1 صح؟ خلي بالك انا هنفكر دلوقتي تفكيري. اول تفكير هو ازاي ده يتعدل من 0 ل 1؟ اهو ازاي نخلي ده من 0 ل 1؟ بص بقى يا سيدي نجيبها ازاي يا ربي؟ خلي بالك يبقى انت عندك ايه؟ بص بقى انت عندك نقطة 0 عايزها تفضل ايه؟ عايزها تفضل 0. طيب وعندك نقطة 4 عايزها تبقى كام يا شباب؟ عايزها تبقى 1 صح؟ طب هات بقى ايه؟ هات معادلة خط مستقيم كده. والله انا عارف ان انا كبرت الموضوع بس استنى دي والله شكلها احلى. معادلة خط مستقيم بين الكلام ده هيبقى ايه بقى يا شباب؟ طبعا انت رايح من الاكس اللي هو ده انت بتعتبره الفاريبل يو، وهتعوض تعويضه جديده هتسميها مثلا زد، يبقى ده يو وده زد مثلا، يبقى المعادله بتاعتك فرق الوايات، يعني الزد بتساوي كام في الاخر؟ الزد بتساوي لا زد ماينس 0 على يبقى بتساوي الميل، الميل بقى بيساوي كام؟ حد ينجدنا يا شباب؟ الميل بيساوي كام؟ فكر فيها شوية، فكر فيها شوية ماشي. 4 صح؟ يعني 4 فين هنا؟ اه ده اليو. واحد على 4، واحد على 4 يو، واحد على 4 يو صح. طب ده هيودينا لايه بقى؟ لما حضرتك اليو تبقى بزيرو الزد تبقى بزيرو، ولما اليو تبقى باربعه الزد هتبقى بواحد. فدي معادله سهله جدا بس الواحد بيطول فيها. المهم يعني ففي الاخر خالص الزد بتساوي واحد على 4 يو، يبقى اليو نفسها بتساوي كام؟ بتساوي 4 زد، يبقى الدي يو بتاعتك بتساوي كام؟ بتساوي 4 دي زد، ويبقى السؤال خلص خلاص، لان ده هيبقى انتجريشن من صفر لحد واحد. ويو باور 3 على 2 دي اللي حضرتك هتشيلها وتحط مكانها كام؟ هتحط مكانها 4 زد باور 3 على 2 اهو، يبقى زد باور 3 على 2، وهنا في 4 باور 3 على 2 هخرجها بره، يبقى دي 4 باور 3 على 2. طيب وهنا؟ هنا هتبقى اليو هتحط لها 4 زد صح؟ يبقى هنا 4 ماينس 4 زد تاخد ال 4 كومن فاكتور فيتبقى لك كام؟ 1 ماينس زد باور 5 على 2، وانت خدت ال 4 كومن فاكتور من هنا فطلعت 4 باور 5 على 2. ايه تاني يا شباب؟ الدي يو هتشيلها وتحط مكانها 4 دي زد، يبقى هتحط الدي زد هنا وال 4 بره، ففي الغالب خالص 5 على 2 و 3 على 2 4 باور 4 يبقى دي 4 باور 5، يبقى دي 4 باور 5. بيتا بقى ايه يا شباب؟ دي على صوره حاجه في 1 ناقص حاجه، يبقى بتزود باور 1 وبس خلاص، يبقى 3 على 2 تبقى 5 على 2، ودي تبقى 7 على 2، ففي الاخر خالص هتبقى 12 باي. خلي بالك بقى ده تفكير. طيب ايه التفكير التاني؟ التفكير التاني ان حضرتك ممكن تروح تقول والله ايه هي دي حاجه بس احنا محتاجين دي واحد ناقص الحاجه. خلي بالك هي دي تبقى امتى واحد ناقص الحاجه؟ لو خدت اليو دي باربعه اي حاجه تانيه 4 مثلا زد، فلما دي تبقى 4 ودي 4 يبقى ممكن ناخد الاربعه كومن فاكتور خلاص، يبقى احنا حلينا السؤال تمام. هي دي بس الفكره، ممكن تفكر بالحدود بتاعتك وممكن تفكر بكده بالماس بالمنطق باللوجيك، وممكن تفكر تفكيرات تانية انا مش واخد بالي منها طبعا.
طيب ايه تاني؟ السؤال التاني يا شباب، خلي بالك ان هنا الحدود من كام لكام؟ من زيرو لانفينيتي. هنا الحدود من زيرو لانفينيتي، يبقى احنا نستخدم انهي صوره؟ يبقى احنا ممكن نستخدم الصوره بتاعتنا اللي هي دي، احنا عايزين حاجه فوق بتي وحاجه تحت بواحد زائد تي، ويبقى السؤال بتاعنا خلص. طيب نعملها ازاي دي بقى يا شباب؟ اهو نعملها ازاي؟ احنا عايزين حاجه هنا بتي، يبقى ممكن ناخد ده كله ونسميه ايه؟ نسميه تي. يعني ممكن ناخد نقول والله ليت ان اليو بتاعك بيساوي اكس بار 6. لما اليو بتساوي اكس بار 6 يبقى اليو باور 1 اوفر 6 بتساوي ايه؟ بتساوي اكس. وساعتها الدي اكس بتاعك هيساوي كام؟ هيساوي 1 على 6 يو باور نيجاتيف 5 اوفر 6 دي يو. حلو جدا. طيب يبقى البتاع ده هيروح لفين في الاخر خالص؟ ده هيروح من 0 لحد انفينيتي. الاكس بتاعتنا اللي هي بكام يا شباب؟ يو باور 6، يو باور 1 اوفر 6. حلو. وده هيبقى 1 زائد يو. طب الدي اكس بتاعنا هيبقى 1 اوفر 6 كونستنت تحطه بره، وهنا يو باور نيجاتيف 5 اوفر 6. يبقى دي في الاخر خالص هتروح ل 1 اوفر 6 من 0 لحد انفينيتي. جمع دولت ماينس 4 على 3، يعني ماينس 4 على 6 يعني ماينس 2 على 3. وده هيبقى بكام؟ بواحد زائد يو خالص عادي ما فيهاش اي مشكله. يبقى هنا يا شباب هتبقى بواحد على السته بيتا. احنا بنقول ده بنزود الباور ده بواحد، يبقى بيتا تلت صح؟ جميل. طيب بيتا تلت، وهنا كان ده باور اكس زائد واي، يعني تلت زائد واي بتساوي واحد، يعني هننقص واحد، يبقى ده كده 2 على 3. طيب بيتا تلت و2 على 3 دي اللي هي هتبقى سدس باي على ساين 60، يعني باي على جذر 3 على 2، يعني 3 على جذر 3 او باي على 3 جذر 3. تمام. طيب السؤال ده يا شباب سهل، السؤال ده هيبقى سهل لان الجذر دي ساين 2 اكس دي مش ممكن تقول ان هي 2 ساين كوزاين، يعني 2 ساين نص باور نص كوزاين باور نص. انا وزعت الجذر وده جذر 2 على طول. ساين باور نص دي اللي هي بكام يا شباب؟ هتقول ان دي بيتا 3 على 2 صح كده؟ هتقول ان بيتا 3 على 2. و كوزاين باور نص دي اللي هي بكام؟ ببيتا بتزود 1 برضه، يبقى 3 على 2. حلو. فك بقى الدنيا تطلع معاك على طول. تمام؟ لا مش تمام، مش تمام، في فاتيه جباره هنا، في فاتيه صعبه جدا هنا. ما ينفعش نزود بس 2 او ما ينفعش نزود 1، لازم نزود 1 نقسم على 2. فتعالى نخليها على جنب كده ونحلها مره ثانيه. اهو بص يا شباب، من 0 لباي على 2 2 ساين كوزاين كلها تحت الجذر، يعني هنا بقت جذر 2 وهنا بقت ساين سيتا باور نص، وهنا كوزاين سيتا باور نص، دي سيتا. خلي بالك بص هنا بقى اهو، بتزود الباور 1 تقسم على 2، يبقى في الاخر خالص دي بقت جذر 2 زود الباور 1 يعني بيتا 3 على 2، واقسم على 2 يعني 3 على 4، وهنا نفس الكلام 3 على 4. طالما قسمت على 2 يبقى تقسم على 2 بره تاني، فبقى جذر 2 على 2. تمام. طبعا دي عشان تجيبها في الاخر خالص، فك بقى البيتا دي، جاما 3 ارباع، فجاما 3 ارباع على جاما ايه؟ 1 ونص اللي هو 3 ارباع زائد 3 ارباع. فجاما 1 ونص اللي في المقام دي سهل تجيبها، ويتفضل لك جاما 3 ارباع سكوير، يبقى جاما 3 ارباع سكوير مضروبه في جذر 2 على بار. تمام؟ طيب انا هبعت لك الحاجات دي فانت ما تكتبش، يعني انا هبعت لك الحاجات دي كلها. طيب ايه تاني يا شباب؟ هل ده سهل؟ اخر سؤال ده، ده سهل؟ ده سهل جدا. ده يتحل زي ايه؟ ده يتحل زي ده اللي فوق ده، يعني الاثنين دول اتحلوا زي بعض. لقيت ان اليو بتاعتك بتساوي اكس باور 4، وهتلاقي ان السؤال طلع معاك على طول ما فيهوش اي مشكله، هيطلع بربع بيتا ربع وثلاث ارباع. انا فاكر الايه؟ الاجابه دي. طيب ايه بقى اللي كانت فيها مشكله؟ الاتش دي يا شباب، الاتش دي هل فيها مشكلتها كبيره؟ مشكلتها ولا كبيره ولا حاجه، بس هي بتعوض مرتين. خلي بالك ان الحدود، بص بقى احنا هنفكر بكذا طريقه، الحدود هنا من ماينس انفينيتي لحد انفينيتي. يبقى انت عشان تعمل اليمينيت للجزء السالب ده، ممكن التعويضه بتاعتك تبقى ايه؟ تبقى اكسبوننشال، لان الاكسبوننشال الحاجه الوحيده اللي بتطلع بوزيتيف بس، تطلع بوزيتيف بس هي الاكسبوننشال. طيب فتعالى عوض كده، عوضت بايه؟ بص بقى انا ممكن امشي بتعويضتي انا، ناخد تعالى نكتب سؤال على جنب عشان ده يستاهل ان احنا نحله على جنب.
ان ده اي باور 2 اكس، ده كده اي في اي باور 3 اكس زائد بي. طبعا هنا دي اكس وهنا من نيجاتيف انفينيتي لحد انفينيتي. تعالى كده الايه فيرست سبستيوشن او التعويضه كده جميله اهي. طيب بتقول ايه بقى اول تعويضه؟ بتقول ان احنا لو خدنا اليو اكسبوننشال او خدت اليو بتاعتك بتساوي اي باور اكس، اول حاجه الحدود هتتغير على طول، هتتغير على طول، هتبقى من صفر لانفينيتي، لان نحط هنا ماينس انفينيتي هتديك اليوب زيرو، وحط انفينيتي تديك اليوب انفينيتي. طيب لما اليوب اي باور اكس يبقى البسط بكام؟ بيو سكوير صح؟ والدي اكس بتاعتنا بتساوي كام يا شباب؟ الدي يو، ادي الدي يو بتساوي اي باور اكس دي اكس صح؟ يبقى الدي اكس بتاعتنا بتساوي دي يو على يو على طول، يبقى بتساوي دي يو على يو، لان الاي باور اكس بيو، يبقى دي ماشي على يو. ايه تاني؟ طبعا اليو ده ممكن يروح مع السكوير ده على طول، فيتبقى لك من صفر لحد انفينيتي يو دي يو على كام بقى؟ على اي اي باور 3 اكس اللي هي يو باور 3 زائد بي. طيب ايه تاني بقى يا شباب؟ خلي بالك احنا عايزين ايه؟ هنا حاجه وهنا واحد زائد الحاجه. طب واحد زائد الحاجه دي نعمل ايه؟ اول حاجه عايزين نخلص من البي. بص بقى تخلص من البي ازاي؟ فاكر احنا قلنا ممكن نسمي ده، هنسميه اي حاجه، يعني هتاخد اليو باور 3 وتسميه اي حاجه، انا هسميه زد مثلا. طيب لو خدت اليو باور 3 وسميته زد، انا كده ما خلصتش من البي. طب هتخلص من البي ازاي؟ ان انت تضرب هنا في بي. ليه؟ عشان يبقى هنا في بي وفي بي وتاخدها كومن فاكتور. بس انت كده هتخلص من بي، هيتبقى لك ايه؟ طب هتخلص من ايه ازاي؟ ان انت تقسم على الايه. فلما حضرتك تروح تعوض هنا في المقام، هيبقى ده ايه مضروب في ايه بقى؟ مضروب اليو باور 3 ده لا العكس بقى يا شباب، الزد دي او الزد دي المفروض تبقى مضروبه في بي على الايه صح؟ بي على الايه، يبقى ده كده هيبقى ايه على البي. يبقى كده مظبوطه شويه، يبقى الزد هتشيل اليو باور 3 وتحط بي على الاي، الاي دي تروح مع الاي دي، وهنا هتبقى بلس بي. حلو جدا، البي تاخدها كومن فاكتور، يبقى الدنيا مشيت معاك شويه. لما البي بقى تاخدها كومن فاكتور يتبقى لك كام بقى يا شباب؟ يتبقى لك ادي من صفر لحد انفينيتي، وهنا في زد بلس 1. طب وهنا هيبقى في كام بقى؟ خلي بالك اليو دي اللي هي بزد باور ايه؟ زد باور 1 اوفر 3 اهو، اليو دي زد 1 احنا لسه اليو دي بزد 1 اوفر 3. طبعا في شويه كونستنت هتطلع معانا بره. طب الدي يو يا شباب هتبقى بكام؟ الدي يو دي زد، طبعا ممكن نسولف ونخلي دي زد باور ايه 1 اوفر 3 بتساوي يو، يبقى الدي يو بتاعنا بتساوي كام؟ 1 اوفر 3 زد ماينس 2 على 3. طبعا هتبقى دي هنا زد بماينس 2 على 3، يعني في الاخر خالص دي هتبقى ايه؟ زد بماينس 3، يبقى دي كده هتبقى زد بماينس 3 ودي زد بلس 1. طيب يبقى احنا كده وصلنا للحل، وصلنا للحل. سيبك بقى من الكونستنت، هيبقى في شويه كونستنت محترمين كده العب معاهم انت. يبقى دي في الاخر خالص هتبقى بيتا، خد الباور اللي فوق زوده بواحد يبقى 2 على 3، واللي تحت ده اكس زائد واي بتساوي 1، يبقى ناقص 2 على 3 من الواحد يبقى 1 على 3. وفي شويه كونستنت جنبها، مش في شويه كونستنت حلوين قوي. طب الشيت بقى انا غلطت، بس انا مشيت صح، يعني انا غلطت في التعويضه دي، كنت مخليها بي على الاي بس هي اي على البي. تمام؟ تمام. طيب يلا، السلام عليكم يا باشمهندس.